زالت المعلومات تتكشف حول عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران. بعد الحديث عن صاروخ استهدف مقر إقامته، كشف 7 مسؤولين أن عبوة ناسفة تم تهريبها سرا إلى دار الضيافة في طهران حيث كان يقيم، وفجرت من قلب العاصمة. تفاصيل أكثر كشفت عنها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. الصحيفة أكدت نقلا عن مصادر مختلفة أن هنية قتل بقنبلة زرعت في غرفته بدار الضيافة في طهران كما ذكرنا حيث كان يقيم. واستندت الصحيفة في تحقيقها إلى رواية 7 مسؤولين من بينهم إيرانيان ومسؤول أمريكي وفقا لـ5 من المسؤولين، فقد تم تهريب القنبلة إلى طهران وزرعها قبل حوالي 2 شهر وذلك في المجمع التابع والمحروس من قبل الحرس الثوري. تم تفجير القنبلة عن بعد بمجرد التأكد من وجود هنية داخل غرفته، كما أدى الانفجار إلى مقتل حارسه الشخصي وسيم أبو شعبان. وفي سياق تحقيقها دائما حسب ما ذكرت نيويورك تايمز، هنية أقام في دار الضيافة 10 مرات سابقا، مشيرة إلى أن التخطيط للعملية استغرق شهورا وتطلب مراقبة مكثفة للمجمع، ما يشير إلى احتمالية وجود اختراق داخلي. وفي أخبارنا العاجلة، أفاد مسؤولون أمريكيون لموقع أكسيوس أن أجهزة الاستخبارات لديها إشارات واضحة بأن إيران سترد. هؤلاء المسؤولون أكدوا الاستعداد لهجوم إيراني متوقع خلال أيام. وواسع أيضاً.